مشاهدينا الاعزاء صباح الخير واهلا بكم معنا وفقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. هنقرا حضراتكم هذا الاسبوع رساله وصلت الى البرنامج. رساله من شخص متزوج منذ 10 اعوام، بيقول عنده ولدان وبنت وجميعهم الحمد لله بصحه جيده. المشكله موجوده في اصغر الابناء، عمره الان 1.5 سنة. بيقول ان الام والاب فوجئوا منذ حوالي 6 شهور بظهور بقع فاتحه اللون تظهر على ذراع الطفل الصغير اليسرى. ذهب لأطباء كثيرين لكن منهم شخص الحالة على أنها تينيا وعالجها على هذا الأساس، ومنهم قال أنها وحمة ومنهم قال أنها بهاء. طبعا هو محتار مش عارف التشخيص السليم لهذه الحالة، ولديه عدة تساؤلات هيجيب عليها معنا دكتور منير ويليام استشاري جراحة التجميل والأمراض الجلدية. صباح الخير يا دكتور منير. صباح الخير. طبعا احنا أول مرة نسمع عن تشخيص لبقعة بيضة على إنها وحمة. احنا دايما بنسمع إن الوحمة بيكون لها لون بني غامق مثلا، أو في بعض الأحيان بيكون لها لون أحمر، مظبوط؟ لكن أول مرة نسمع إن في وحمة بيضة، فحضرتك تشخيص وتحليل هذه الرسالة إيه؟ هو الحقيقه يعني فعلا كلام سياده الكلام مظبوط، 90% من الوحمات غامقه اللون. لان الوحمه عباره عن ايه؟ الوحمه عباره بتتكون من تركيب الجلد بطريقه غير منتظمه وبتدخل غير سليم، لكن هي بتتكون اساسا من مكونات الجلد. يعني لو جت الوحمه من البشره ممكن تنمو من البشره ونسميها الوحمه البردقيه، ممكن الوحمه تنمو من تحت البشره طبقه الادمه زي وحمات الكولاجين والالاستين، ممكن الوحمة تيجي صبغية زي ما سيادتك قلتي وتبقى وحمات صبغية، وممكن وحمة تيجي من الدم وتبقى وحمة دموية. هو هنا بيتكلم او انت سيادتك بتسألي على الوحمات اللي ليها تغير في لون البشرة، فدي الوحمات الصبغية. الحقيقة الوحمات الصبغية في اشكال كثيرة جدا منها. على سبيل المثال في نوع من الوحمات الوراثية، وبرغم من انها وراثية لكن بتظهر عن سن 30-40 سنة، وبتظهر في الكتف وبتبقى غامقة اللون وفيها شعر كثيف وبتظهر من الامام ومن الخلف، دي وحمة اسمها وحمة بيكر. في وحمة تانية بتظهر في الطفل حديث الولادة لونها ازرق في اسفل الظهر من الخلف وفي خلال 1-2 سنة تختفي، دي اسمها الوحمة المنغولية. في وحمة بتظهر بالعين وبتبقى واخدة العين اليمنى او اليسرى وبتاخد الجفن العلوي والجفن السفلي وبيبقى لونها بني يميل الى الزرقان، وبنلاقي فيه بقعة زرقاء في داخل العين نفسها، ودي وحمة اسمها وحمة اوتا وبتفضل مع الشخص طول عمره. في نوع تاني من الوحمات اسمه وحمة ايتو، بنلاقيها عبارة عن وحمة داكنة خلف الرقبة من السال الخلف وبتبقى غامقة اللون وبتظهر وما بتختفيش. لكن في النوع الغريب اللي هو صاحب الرسالة بيتكلم فيه اللي هي الوحمات الفاتحة. هذه الوحمات بتظهر في الطفل الصغير بالظبط زي صاحب الرسالة عند 1-1.5 سنة، بتظهر في احد الذراعين وبيبقى ليها شكل ثابت والحقيقة بتبقى فاتحة اللون، وفي بعض الأحيان قد تظهر وتبتدي تبقى لونها أبيض لدرجة أنها تختلف مع البهاء، وبتبتدي الدكاترة تختلف على أن هذه الحالة حالة بهاء، وإن كان الفرق بين الاثنين واضح لأن هذه الوحمة أولا موجودة في الذراع وليست موجودة في كل الجسم، بينما البهاء اللي بينتشر في كل الجسم. الحاجة الثانية ان هي دي بتظهر في سن مبكر 1.5 سنة، بينما البهاء قد يتأخر بعد شيء، ولكن في حالات بتبقى صعبة لدرجة ان بناخد عينة من الجلد وبنعمل له تشريح ميكروسكوبي عشان نعرف هل هذه حالة بهاء ولا حالة وهمة. هو بيقول كيف يمكن علاج حالة ابنه والبالغ من العمر الان 1.5 سنة؟ الحقيقة الحالات دي احنا بننتظر عليها لغاية سن معين، لغاية سن 3 سنين أو 4 سنوات. إذا الوحمة مستقرة وثابتة في مكانها فبيبقى العلاج عن طريق إن أنا أنتظر وأعمل حاجة اسمها زرع خلايا. والحقيقة لو شفت حالة في سن مبكر في سن كبير، يعني في سن مثلا واحد عنده هذه الوحمة موجودة في زراعة وسنه أكتر من 15 سنة، بيكون مع زرع الخلايا هناك زرع للصبغات النباتية اللي هو مايكرو بيجمنتيشن. فهي على حسب سن الشخص، لو الشخص ده صغير بيتم عمل زرع خلايا إذا الحالة مستقرة، إن بناخد حتة نسيج صغير من الجلد وبيزرع ويفتت إلى خلايا صغيرة جدا وبتزرع في المكان الأبيض، فكل خلية بتنتشر وتبتدي تعمل انتشار للخلايا وبتختفي الوحمة تماما. إذا إحنا شفنا الحالة دي في سن مبكر بيتم عمل زرع خلايا مع زرع صبغات النباتية، وبنعملها بالظبط زي حالات البهاء اللي هي زراعة الصبغات النباتية مع زرع الخلايا. وفي كلتا الحالتين الحالة بتبقى سهلة وتحت الملاحظة،
انما في بعض الحالات لو كانت الحاله متعبه وملفته للنظر بيتم استئصال الكامل لهذه الوحمه واخذ رقعه جلديه من مكان معين من الجسم وتغطيه هذا المكان وبتختفي الحاله تماما. يبقى يا اما هتدخل جراحيا في جراحات التجميل عن طريق رقعه جلديه، يا اما انا هعمل زرع خلايا، يا اما هعمل زرع الصبغات النباتيه. مشكورة جدا يا دكتور. شكرا. أعزائي المشاهدين في نهاية لقائنا بنتمنى إنه صاحب المشكلة يكون سمع معانا وعارف الحل لمشكلته، وبنلتقي مع حضراتكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.